الله الله يعطيك العافية. هي ردت لك صوتك ورجع صوتك وكل شيء. تيرا را 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 را. لا بقى. لا 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 يلا يلا ها. لا والله صوتي والله لا 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 لذيذ. ضحكته حلوه كمان ها. بس شوفي بالسائف ما عرفنا لما بتغني الهام الهام جمهور ما بتفصل يعني ما بتستحي. احيانا انا مثلا لما اشوف جمهور بخاف. لا لا عادي ابدا عادي. لا عادي بالعكس بحس بانرجي كثير حلوه مع الجمهور. انت لما سالتك انك تعبت بحياتك وانظلمت قلت ايه؟ بشو انظلمت؟ شوي قرارات كانوا غلطين في الحياة منك. يعني انت ظلمت نفسك؟ ايه بعد المره احنا كان ظلموا راسنا. بشو ظلمت نفسك؟ يعني زواج؟ لا يعني مجرد زواج. زواج زوج ساكن اغنيه مدامتي قبل. طيب ما انت اوكي اوكي خلاص صح. قول شو اللي صراحه كانوا بعد الاحيان بيكونوا قرارات غلط للانسان. واحنا بطبعنا بحكي على حالي انا كنت بوثق كثير بناس. بس في الاخير انا استنتجت واكتشفت ان الحياه ما عندها يعني مفهوم. فهمتني؟ فهمت. يعني ما عندها كيف كنت بالاول كل الناس كويسه حتى يثبت العكس، هلا كل الناس مش كويسه حتى يثبت العكس. فوالا فوالا. يعني عندي خبر حلو لكل حاملي بطاقه اس تي سي باي. بامكان جميع حاملي بطاقه اس تي سي باي بلاتينوم ضمن مباريات بطولة العالم استفادة من الدفع في قطر بدون أي رسوم على العمليات الدولية، لأنه بطاقات اس تي سي باي متنوعة وبتلبي احتياجاتكم. تعرفوا عليها وعلى مزاياها بموقع وتطبيق اس تي سي باي. المبارح الفرحة ما كانت مغربية أبدا أبدا أبدا. كل من نطق بالضاد وحتى غير نطق بالضاد حتى أكون صريح، يعني قبل شوي عندي صديق والله باكستاني اسمه سعيد عوان من لندن باعت لي عامل شيء مثل التيك توك، أنا ما عندي تيك توك بس عامل لي يعني أنه فرحان ومتابع. وكثير ناس فعلا حبوا أنه يشجعوا المغرب وانبسطوا بفوزه الكبير. حنشوف كيف تفاعلت الجماهير العربية مع الانتصار المغربي التاريخي. تحية للقطر، تحية للمغرب، تحية للعرب، تحية للسعودية، البحرين، عمان، قطر قطر قطر. سمعنا واحد عم يقول نجيب كأس العالم، ما شوي احنا عم يعني عم نبالغ بالتفاؤل او انه نضغط على اللاعبين؟ سؤال، هو الحلم مجاني؟ لا الحلم بلاش. ايه الانسان تحلم شيء وتضغط على اللاعبين شيء ثاني كمان. لا مو كنا بالاول نقول وصلنا لدور ربع النهائي، هلا بنقول لا بدنا كأس عالم. لا شوف، هو الانسان كيحاول وبيجتهد ويلكم ما كيقول المدرب، الانسان يعمل نيه في
في المنتخب، يعمل نية في الطاقم، في المدرب، وإن شاء الله غادي يكون هاي الخير بإذن الله. على ذكر المدرب، مين المدرب بحياتك؟ وليد مدرب بحياتي أنا. مين المثلك الأعلى اللي حسيت أنه هذا ممكن أو واقف معك بالحياة، مين هو؟ عندي أنا والدي. والدي. وزوجتك؟ والدي وزوجتي طبعاً. زوجتي بترجع ودم لي، أنت رح تعمل لي مشكل مع زوجتي. مدام والله أنا ما دخلني، هو قال والدي بعدين أنا قلت له زوجتك. أم قال زوجتي. هذا اللي صار يعني. أغنية عملها مدامتي مش إلك قبل 6 سنين، شافوني بالصورة يعني قبل ما يعرفك يمكن. يا الله هذه الحقيقة مو حقيقة. يا الله هذه حقيقة. مو حقيقة؟ لا حقيقة، بس ضحكته حلوة للشباب. هذه حقيقة. طيب، المغاربة والعرب في جميع أنحاء العالم احتفلوا بالفوز المغربي التاريخي حتى الصباح الباكر. سافر لأوروبا، الإخوان المغاربي موجودين في كل مكان، يعني بإسبانيا ما شاء الله، أحيانا في بعض المدن المغاربة أكثر من الإسبان، بجنيف، بسويسرا، بفرنسا طبعا عدو غلط، ما شاء الله أنتم بكل مكان. وأنت مواليد هولندا أصلا؟ أنا مواليد هولندا. كان لعبت بالمنتخب الهولندي؟ لا بس لا ما لعبت منتخب الهولندي. كان صراحة صار المغرب. المغرب أنا والوالد ديالي والوالدة ديالي مغربي. ليش ولدت بهولندا؟ مكاتب. مكاتب؟ كان الوالد ديالي بيشتغل بهولندا. مكاتب يعني حظ؟ نصيب. نصيب. كان الوالد ديالي بيشتغل بهولندا، وبعدين انا في عندي يعني اختي واخويا، اخويا الاصغر، لما انا جيت على هولندا احنا رحنا على المغرب. هلا بعد المغرب مين بتشجع بكاس العالم؟ اللي بيلعب كوره منيح. مين يعني مثلا؟ يعني بحب الارجنتين انا. انا بحب البرازيل. اوكي. شو راح أعمل؟ تتوقع نهائي برازيلي أرجنتيني؟ لا بتوقع مغربي إن شاء الله. مغربي؟ إن شاء الله. مغربي مع مين؟ أنا إنسان طموح. طب مع مين؟ مغرب مع مين؟ مغرب مع ما راح يزبط. بدك تحسبها كيف؟ بحسبها عشان فرنسا إجت معات، فتذكرت إن فرنسا والإنجليز معانا هون. يعني مع عندك برتغال. لا إذا أنت لازم تفوز على البرتغال. لا راح نفوز إن شاء الله. فرنسا على الإنجليز. نعمل برازيل، إحنا والبرازيل إن شاء الله. نحب البرازيل.